وأخبرت الشرطة عن نيتها الخائنة. والخائن بالنسبة لي يستحق الموت. لا أرجوك يا كارلوس، أرجوك لا. توقفوا، ابقوا مكانكم، لا تتحركوا. هيا استسلموا ولا اطلقوا النار عليكم. دانيال اذهب وفك الحبل عن جولي. حاضر سيدي. أبي؟ هل أنت أبي؟ لا أصدق أنك هنا. وجد الإنقاذي. يا إلهي الحمد لله، كنت أموت من الخوف. عزيزتي جولي. أبي هل أنت بخير؟ أجل أنا بخير، ولكن كيف علمت مكاني؟ ومنذ متى وأنت هنا في مالبو؟ هل سافرت من أجلي؟ أجل يا حبيبتي، لقد جئت برفقة المفتش دانيال، لأن طلبت منه أن يراقبك كي يحميك من هؤلاء المجرمين، ونتمكن من القبض على زعيم المافيا لأنه هرب من السجن كي ينتقم منك. يا إلهي، هل هو؟ أجل. هيا جولي، دعنا نذهب إلى المنزل كي ترتاحي. هيا دانيال، تعال معنا. لا شكرا يا سيدي، يجب علي الذهاب لمركز الشرطة الآن وأتحقق مع المجرمين. حسنا كما تشاء، قم بواجبك. هيا هيا أمامي، تحركوا بسرعة. يا إلهي، لقد ظننت بأنه شخص عادي، ولكن أنه شرطي. أجل، أن المفتش دانيال غير حقا، لقد ساعدني كثيرا للوصول إلى هنا. هذا جميل، شكرا دانيال. عفوا. أنا آسفة لأني عاملتك معاملة سيئة عندما رأيتك في المقهى. لا بأس. هيا جولي، فنذهب للمنزل. حسن أبي. لا أنت كيف تتبين وانت حيا يا جولي، وداعا جولي. دانيال، لقد أصيب من ذلك الوغد. هل أنت بخير؟ دانيال أرجوك لا تستسلم، سوف أطلب الإسعاف وسوف تنجو بإذن الله. أنت كلم إسعاف. حسنا سيدي. ألو إسعاف، نحتاجكم الآن بسرعة. يا إلهي. يا إلهي جوني، لقد تأخرت جولي كثيرا، سوف أتصل عليها. إنها لا ترد. يا إلهي أنا خائفة عليها. اتصل على صديقتها إذا. حسنا. مرحبا ماليسا، أين جولي؟ تريدون أكلمها؟ لقد اتصلت عليها ولم تجيب، لقد تأخرت كثيرا ولم تعد للمنزل. ولكن يا خالتي أنا في المنزل ولم تأتي جولي لزيارتي أبدا. ولكن ألم تأتي لاصطحاب المقهى هذا المساء؟ لا يا خالتي، أنا جالسة في المنزل ولم أخرج هذا اليوم.
ها؟ لا شيء. إلى اللقاء. خالتي، ما الذي حدث؟ خالتي؟ ماذا قالت؟ جوني، من تلك الفتاة اللي ذهبت مع جولي إذن؟ لابد أن أبي قامت بخطف جولي. يا إلهي، أنا أعرف من تكون. حقا؟ من؟ أخبرني. أنها الساحرة خضراء. وكيف عرفت؟ لقد تنكرت بشخصية ميليسا صديقة جولي كي تأخذها لذلك المجرم الذي لاحقها. أنا واثق من ذلك. والآن ما العمل؟ هل نخبر الشرطة؟ لا أدري يا أمي، ولكن يجب أن نخبر كان بكل شيء. يا إلهي، ما هو الشيء اللي تريدون أن تخبرون عنه؟ ها؟ كان؟ بني، في الواقع أنها يتعلق بجولي. وماذا بها جولي؟ لقد اختطفت من قبل عصابة من المافيا. ماذا؟ ولكن كيف؟ يا إلهي، أنها قصة طويلة يا بني. عندما كنا بلندن، إذن أخبريني. لقد كانت بعلاقة مع رجل من المافيا، ولكنها بلغت الشرطة عنه وتسببت بقتله. فغادرنا لندن وجينا لمالبو هربا من عصابة المافيا، خوفا من أن ينتقموا من جولي لأنها كانت السبب في مقتل زعيمهم. ولكن اتضح بأنه لم يمت، وتلقت اتصالا منه هذا اليوم. ولكن جولي خرجت برفقة صديقتها إلى المقهى، ولكن لم تكن هي، بل كانت الساحرة خضراء متنكرة بشخصية صديقتها، ولقد قامت بخطفها كي تأخذها لزعيم المافيا. يا إلهي، لماذا لم تخبرنا بذلك؟ لقد كنا خائفون كثيرا، ولم يردك أن تقلق بسببنا، وبقينا هذا الموضوع سرا بيننا. وهل أبي يعلم بالموضوع؟ في الواقع لا. ماذا؟ لقد كان مسافرا ولم نخبره. يا إلهي، مسكين أبي. إنه الجرس. الجرس؟ أتمنى أن تكون جولي. جولي ابنتي، أمي. جولي، هل أنت بخير؟ أجل يا أمي، أنا بخير. لقد خفت عليك كثيرا. ها؟ لا أصدق. فيليب، فيليب، كيف حالك يا أنجليكا؟ عزيزي. أبي، ماذا هناك؟ كان، من هو أبي؟ أبي؟ أبي فيليب. ماذا عنك يا كان؟ أبي، هل تبكي يا أخي؟ أجل، كيف حالكم جميعا؟ لقد اشتقت لكم كثيرا. نحن بخير يا أبي. أجل. كيف حالك يا باربي؟ أنت بخير يا عمي، نحن سعداء بوجودك معنا. إنه والد كان. ها، والد كان، وإنه يشبهك كثيرا. واو، إنه جدي. واو، إنه يشبه مثل أكشن. أجل، فنا ذا بنسلم عليه. أجل، جدي 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 جدي. أنا بارو إيزابيل. جدي 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 جدي. أنا بارو إيزابيل. جدي. Thank you.
أخبرني فيليب، ماذا حدث؟ وكيف جئت مع جولي؟ أخبرني. لقد قام بخطف ابنتي جولي، وكنت بعلم بذلك. حقا؟ أجل، وبمساعدة المفتش دانيال استطعنا الوصول إليه وأنقذنا جولي بالوقت المناسب، ولكن المسكين دانيال أصيب بالغلق الناري على يد ذلك المجرم كارلوس، ولقد أخذناه للمستشفى لتلقى العلاج، ولقد دخل إلى غرفة العمليات. أتمنى أن يكون بخير، وأنا أيضا، أنا قلق جدا عليه. كل هذا سببي يا أبي، أنا السبب. جولي لا تقلقي، أنا واثق بأنه سوف يكون بخير. إن دانيال شاب قوي، وسوف نذهب غدا لزيارته. حقا يا أبي؟ أجل، هيا اذهبي واستريحي يا ابنتي. وأنت أيضا يا أبي، هيا تفضل من هنا. شكرا بني. جدي، نريد أن نريك غرفتنا، أنها أجمل غرفة في المنزل. حقا. أجل، هيا تعال. حسنا، فلنذهب لغرفتكم أولا. سوف تعجبك كثيرا يا جدي، هناك ألعاب، هناك تلفزيون، موسيقى وكل شيء. كيف يعني؟ دوي لا الله.